سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ديالي في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الخرجة، مشينا للشلالة ديال اوزود المعروفين الغنيين عن التعريف اللي كتزخر بهم المدينة ديال ازيلاز. صراحة مناظر زوينة بزاف، نتمنى تعجبكم هذه الخرجة هذه، ونخليكم احنا دابا عاد شدينا الطريق. نتمنى هاد الخرجه تنال الاعجاب ديالكم. رحنا في الدخله ديال الشلالات ديال اوزود، وصلنا حيت فقنا بكري مع تقريبا ديك 8 الصباح. شدينا الطريق من مدينه ازيلال لاوزود، يعني جاتنا قريبه ما تمحناش بزاف الحمد لله. هنا غادي نحاولوا نلقاو شي بلايصه للطوموبيل ونمشيو نفطرو. خليكم معانا، صراحه ما كاينش الزحام، الناس يعني قلال ماشي بزاف، ماشي كما هاد السنين الفايته كنجيو الأزود كنلقاو عامر.
انا كيما كتشوفوا معانا رحنا غادي نهبطي لتحت الشلال، وقلت علاش لا منصورش لكم دوك البازارات اللي كيبيعوا هادشي ديال يعني ديال النقره ديال الخشب. كاينين بزاف ديال الحوايج ديال الماكله، صراحه اجواء زوينه بزاف ومناظر جد 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 خلابه. نتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وخليكم معانا ان شاء الله. Thank you.
هنا كما كتشوفوا معايا البنات، النهاية ديال اليوم ديالنا. نتمنى تكونوا قضيتوه معنا في أجواء رائعة، وصراحة داز نهار زوين. غادي نمشيو إن شاء الله لواحد القهيوة كنتعشاو فيها، ونمشيو نرجعوا للدار. تبارك الله عند هاد السيدة هذا كل شيء، شدينا كعشا خفيف. نتمنى يعجبكم، ونتمنى هاد الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، وإلى اللقاء.